السلام عليكم واهلا بكم مشاهدينا في هذا المباشر. مشاهدي قناه شفتوا في هذا المباشر جديد من المدينه القديمه، من الدار البيضاء، من المدينه القديمه، من درب الجران. يعني كيف ما شفتوا معنا قبيله الدار اللي كطيح، هادو الجيران ساكنه كتعيش الرعب، ساكنه كتعيش الرعب. يعني الجيران ديالها يعني دارهم صحيحه ولكن خايفين الدار اللي اونفاس معاهم لا طيح عليهم. حنا هاد الدار هادي كانت طاحت النوبه الاولى، طاحت شي جاو داروا لي باريير وقالوا الناس خرجوا كريو، ومشاو الناس كراو وجاو مالين الدار وريبوا داك الياجور وعاود سكنوا فيها وكراو لناس اخرين، وحنا عايشين في الرعب. هي دابا عاوتاني تطيح اون فاس ديالنا حنايا، حنا دابا جالسين في الزنقه ما يمكنش لينا. هاد الدار الا ما رابتش حنا ما عمرنا غادي الناس لا بالليل لا بالنهار، ديما عايشين في الرعب، لان كاينين مرا مريضه هنا وكاين الناس مراض هنايا. امي انا فيها السكريه خرجت ليا الزنقه، دايره كلشي في الزنقه. لا يعقل باش هاد الدار خصها تحيدها باش الناس ترتاح، لان اي واحد دايس غير دايس على رجليه ممكن تحت تقتلو الدراري تفرق قتلهم. حتى المهم ملي دخلت الوليدات كاع كيلعبوا هنا، كلشي غادي جاي. اه كلشي كيلعب هنايا، وشي نهار هاد الدار غادي تسقط وكلشي يجينا. دابا كلشي خارجين من ديارهم. بزاف علينا هنا، بزاف الدراري الصغار كيلعبوا، وليداتنا كيلعبوا، وليدات جيراننا كيلعبوا، الدار اونفاس معانا. شي شهور هادي داروا لها البارير وكلشي، انها باش تريب ما بيتش، جات مولات الدار ريبت الياجور وكرات لوحدين اخرين. هادشي خطر علينا، وعندي امي فاس كره هي دابا خرجونا للزنقه، حنا باركين في الزنقه. الله يخليكم ديروا لنا شي حل، هاد الدار خصها تريب. راه حنا لا جيراننا ديورنا صحاح، ولكن هاد الدار اللي اونفاس معانا تريب. شنو وقع اليوم؟ اه كنتو جالسين شنو كنا جالسين، طاح الحجر، بداو الناس كيغوتوا، صافي خرجنا هربنا، خفنا لا طيح علينا حيت هي اونفاس معانا. تخلعتو خرجتو؟ تخلعنا بزاف، وليداتنا خرجنا من الزنقه، عندنا التربيه، مرت ولدنا راه خرجنا غير الزنقه، امي فيها السكر هي في الزنقه، وحنا راه باركين في الزنقه. من ليلتنا ما عندناش فين نعسو، ما عندناش، لا ما بتناش في دارنا، ما عندناش فين غنمشيو نبركو في الزنقه. يديروا معنا شي حل ويريبوا هاد الدار، هي اللي دايره لنا هاد الشيء كامل، هي اللي دايره لنا هاد المشكل كامل. بالنسبه لنا يعني انه كيف ما كنشوفوا اليوم مسلسل الدير رئيس المدينه اللي كيطلع اليوم، ان المنطقه في درب الجران يعني انه الدار اللي خرج فيها قرار ديال الهدم ومازال قائمه تشكي تهديد على الدور الاخيره والاخرين والسكان والحدود الان، لانه هاد الدار هذه كيف ما كيهضروا الساكنه انه تم وضع الحواجز عليها هي بقي خلاوها. اليوم مع اولى قطرات الامطار يعني انه كتبان كينهار منها واحد الاجزاء، واش كننتظروا انها توقع شي كارثه ويكونوا عندنا ارواح غادي يمكن نتحركوا؟ الرساله موجهه للسيد ولي ولايه الدار البيضاء والسيد عامل عماله مقاطعه الدار البيضاء اونفا على اساس التحرك العاجل باش يمكن وضع حد. ريثما اننا نبقاو نتسناو، ومع الوضع اليوم والنشره الانذاريه اللي كاينه اليوم، الرياح القويه اللي كاينه اليوم، ممكن اننا نوليو في كوارث، خصوصا اننا كنلاحظوا الاطفال والناس كبار السن اللي متواجدين اليوم في هذا في الزقه. واش هذه هي الدار الوحيده اللي وقع لها المشكل؟ لا، راه كاين مجموعه من الدور اللي ايضا سقط، لانه الوتيره ديال القرعات وديال الترحيل ديال الساكنه. خصنا نقولوا غدا ببطء. ماشي غدا ببطء، هي شبه متوقفة، لن تتحرك إلا إذا كان شي مشكل. واش حنا غنتسناو تيكونوا عندنا أرواح نبداو نتحركوا ونديروا تعجيل ديال الوتيرة؟ كاين مقترحات ديال المجتمع المدني، كاينين يعني بزاف ديال الاقتراحات. الوعاء العقاري متواجد الآن بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، ما مفهومش هاد الناس اش كيتسناو، واش كيتسناو تيبنيو هما غادي يرحلوا الناس؟ كاينين معيشين عقاري واحد اخرين عندهم دور اللي هي جاهزه، بل انها احسن ما كاين على بالنسبه للسكن الاقتصادي. نتمنى السيد العامل انه يقوم بطريقه مستعجله، بحال دابا حنا كنعيشوا الرعب، يعني انه كل تحرك الا وانه كيتواجد هذا الرعب هذا. واش غادي نتسناو حتى يوقع الانهيار ديال هذه المنازل وتكون عندنا ارواح غادي ممكن تحركوا؟ مرحبا. شكرا لك. كيف ما تبعتوا معنا مشاهدينا، يعني الدار كتشكل خطر، يعني كيف ما شهادات ديال الناس اللي ساكنين اونفاس مع الدار، يعني دارهم صحيحه كل شيء مزيان، ولكن هاد الدار اللي اونفاس معاهم، هاد الدار اللي اونفاس معاهم هي اللي خايفينها لا طيح
بريفينا راك تحصد ارواح كثيره يعني فائده يعني الناس خايفه هنايا كيف ما شفتوا شهادات ديال يعني كتقول لك ان ام مريضه تخلعات خرجوا الناس حوايجهم كلهم على برا مع العلم ان هاد الدار ها هي اللي اونفاس معاهم يعني صحيحه ما فيها حتى شي حاجه يعني الله مبنيه جديد كيف ما شفتوا معنا هاد الجوج صحيح ما فيهم والو ما فيهم حتى شي حاجه هادي صحيحه نتوما خايفين غير حنا خايفين على الطيع عندنا حنا هادي اللي طيح عليكم هادي اللي هادي اللي عندنا مشكل هادي صحيحه وهادي صحيحه هادي اللي غدير لنا هادي اللي كتشكل عليكم خطر هادي كتشكل لنا نفس الخطر هاد الدار هي كتشكل لنا نفس الخطر حيت شحال هادي كون ريبو هادي اربع شهور هادي ملي كانوا جاروا داروا البارير وخواو الناس كانوا يريبوها مريبوهاش مريبوهاش اختي مريبوهاش خلاوها هي دابا كدير لنا حنايا الرعب عندنا ما ناعسين في خاطرنا ما كناكلوا في خاطرنا عندنا مرة مريضه بالسكر دونك تالهين تطلع لينا حنا الموتو يديروا حل هاد الدار هي اللي غيديروا لها الحل هاد الدار يديروا لها حل رحنا دابا من دابا بركنا في الزنقه مني بدا العجاج وشتو حنا قلت من الزنقه تخلعتو تخلعنا متنا كاع ما تقناش النعمه وقت الغدا داروا لنا هذا الشيء مني بدا العجاج ولدي هي والتربيه يلا وعندنا التربيه وعندنا ما فيها السكر دونك ما بالك من اليوم من اليوم غتبات في الزنقه فين البيت وفين نمشيو داروا لنا حل الدار يريبوها مالو خدا يريبوها لان حنا اليوم غنباتو في الزنقه اليوم غنباتو في الزنقه وما حيدوها يديروا لنا شي حل يديروا لنا شي حل لان الناس يديروا حل لكم وحل السكن ديال حتى الصحابه الدار ما عندهمش فين يمشيو على ما قالوا ايوا ما عندهمش فين يمشيو حتى هما يديروا حل خاص حلول كل طرف راه هي مره نفيسه خرجات هاد الدار راه شي عفه راه شي ولدي فوق منها راه مين هي راه روحنا الحاجه حنا روحنا حنا روحنا شو غادي كتبسنا هنايا دار خادي وقلبها قالنا مزيان صحيح صحنا دارنا مي هادي ما بغات تصلح ما بغات تقاد ما والو علاش لا ندخل لا اول حاجه كيف ما تبعتوا معنا الناس كتعاني من هاد الدار هادي كنتمنى المسؤولين يدخلوا في اقرب وقت يعني يعني كفانا حصد من الارواح بسبب الديار الايله السقوط شكرا لكم حسن المتابعه ونتلاقاو ان شاء الله في لايف اخر